أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المتتبعين لقناة خيرة تيفي، كنشكركم بزاف، وكنشكر المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، الناس كيتبعونا ودائما كيستقروا فينا، جزاهم الله خيرا. احنا اليوم غنجيكم بوعد فيديو جديد إن شاء الله، هو ديال هاد الكاريتوس. دابا هاد الكاريتوس اللي عنده واحد المنفعة لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. هاد الكاريتوس اللي حنا كان اللي عندنا ضيع في الدوار وفي البلاد وما كنستافدوش منه. هاد الكاريتوس اخوان اللي هو عنده واحد المنفعة، ديك يحارب الفيروسات، جميع الفيروسات من كورونا، اي فيروس، ولا هاد الكاريتوس اللي عنده المنفعة كثيرة. اولا الا بغيت تستافد منه غتاخذ ورايقات بحال هادو 5 10، وغادي تاخذ الماء سخون الماء طيب وتخشي في الماء طيب، تيطلق وشرب الماء ديالو. الماء ديالو مزيان كيحيد العيا، كي مزيان المعدة، مزيان اللي عنده السكريات مزيان ليه. اما اللي ضربوا البرد وبغى يديروا فواحد القميله تيطبخ مزيان واحد المنطق ويتغمى ويستنشق هذاك البخار ديال هاد الكاريتوس، لانه غادي يصبح بخير وعلى خير. يا اخوان حاولوا ما تفرطوش في هاد الكاريتوس اللي هو نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى، راه صحي جميع الفيروسات وجميع اللي عنده المفاصيل واللي عنده المعده واللي عنده القرحه ديال المعده تاعي مزيان ليه. ياخذ اما يتفخر عليه ولا يديرو في المساخين ويشرب الماء ديالو. وكنتمنى هذه المعلومه توصل للجميع، وهذا الفيديو يوصل للجميع، وكنتمنى من الاخوان يبارطاجيو لنا هذا الفيديو مع الاخوان ومع الاحباب، لانه اللي بارطاجا هذا راه عنده اجر كثير. ونتمنوا منكم اللي شاف هذا الفيديو يدير لنا اشتراك ويدير لنا لايك ويبارطاجي مع الاخوان، وما ينساناش من الدعم ديالو. وشكرا لكم وتحياتي للجميع المتتبعين داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى فيديو آخر إن شاء الله. لكن ما شفتوا الإخوان الطريقة ديال اللي غادي تشربها، الطريقة هي هذه. غادي تاخذ الماء ديال الساخن وتخشي بها الكاريتوسات أربعة الفرقات، وغادي تخليهم 10 ديال الدقائق وغتصبهم وغادي يتشافى بإذن الله. بإذن الله الشفاء مضمون إن شاء الله، إن شاء الله سبحانه وتعالى.